السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لي. بداية الناس اللي بتشوفنا لأول مرة يا ريت يشتركوا بالقناة ويفعلوا زر الجرس علشان يوصل لهم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. متابعينا الكرام الافاضل يا ريت يضغطوا لايك ويشيروا الفيديو على صفحاتهم على فيسبوك وتويتر في الوقت اللي بيطالب فيه عدد كبير من او بالاخص مرتضى منصور واعلام نادي الزمالك بالغاء الدوري المصري بسبب كورونا او بالتحجج جايبينها كورونا حجه يعني علشان النادي الاهلي هو الاقرب وهم عارفين النادي الاهلي هياخد الدوري فقال لك نلغي الدوري وقال وكمان ايه بيقولوا ان النادي الاهلي او بيطالبوا النادي الاهلي لا يتوج ببطوله الدوري لانه لسه في مباريات ممكن الدنيا تتغير يعني. في الوقت ده اللي بيطالبوا فيه في دوله في افريقيا اللي هي دوله بروندي قرر الاتحاد البروندي لكره القدم استئناف النشاط الرياضي وبطوله الدوري الممتاز بشكل طبيعي. قرار الاستئناف في بروندي مع طبعا الاخذ في الاعتبار الاحتياطات وطرق الوقايه للحد من انتشار فيروس كورونا اللي منتشر في العالم حاليا وتسبب في وقف كل شيء مش بس النشاط الرياضي. والقرار في الاتحاد في بروندي جيب الاجماع بعد اجتماع الاتحاد البروندي لكرة القدم مع ممثلي وزارة الصحة ورؤساء الاندية هناك. وعندهم عدد الحالات ثلاث حالات يعني بروندي فيها ثلاث حالات وبرضه نظرا بيقول لك نظرا لارتفاع درجه حراره الجو هناك فده بيحد او بيقلل من انتشار الفيروس يعني. وبروندي كده في حوالي ثلاث دول النشاط الرياضي مستأنف. بروندي تقريبا الدوله الرابعه على مستوى العالم يعني. في بروندي تم استئناف النشاط في طاجكستان بيلعبوا الدوري وفي بيلاروسيا بيلعبوا الدوري وفي نيكاراجوا بيستأنفوا النشاط الرياضي يعني. دول الاربع دول اللي على مستوى العالم بيلعبوا كرة القدم طبعا مع بعض الاحتياطات وكإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا يعني. ففي ناس كتير منهم علاء صادق بيتوقع او بيقول هل الاتحاد الافريقي لكرة القدم ممكن انه يستعين ببروندي لتنظيم بطولة افريقيا او لاستئناف دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية؟ عارفين حضراتكم ان باقي في دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية نصف النهائي مباراتين من ذهاب واياب وبعدين النهائي الاهلي والوداد والزمالك والرجاء ويعني وهنشوف لسه يعني. والنهائي هيبقى في الكاميرون، النهائي هيبقى في الكاميرون في دوري الابطال، الكونفدرالية هيبقى في المغرب يعني من مباراة واحدة على أرض محايدة يعني. فبسبب إن استئناف النشاط الرياضي وإن الأمور في بوروندي لحد ما جيدة بسبب فيروس كورونا ومفيش انتشار كبير للفيروس هناك فبيتساءل أو بيتوقع أو زي ما تقول كده بيحاول توجيه أو كلامه للاتحاد الإفريقي هل ممكن إن احنا نستأنف في بوروندي؟ العالم كله متوقف، أفريقيا كلها تقريبا مفيش باستثناء بوروندي. هل بروندي هتكون هي البلد المنقذة لمسابقات الاتحاد الافريقي؟ بالنسبة للاخ مجدي عبد الغني دائما وابدا يعني انا قلت فسرت وجهة نظري بقصة مجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني هيترشح لانتخابات اتحاد الكرة القادمة. فالنادي الاهلي كده مش هيديله صوته. هو عارف كده. مجدي عبد الغني النادي الاهلي مش هيديله صوته. فبيحاول ما يخسرش نادي الزمالك كمان يعني. يعني انا اهلاوي، ما هو بيقول مثلا انا اهلاوي، هو بيطلع يقول انا اهلاوي. طب والنادي الاهلي انا كنت عايز محمود طاهر وجه محمود الخطيب والناس اللي هنا انا مش حاببهم وانا مش عاوز اتعامل معاهم وهم كده مش هيديني صوتهم. طيب ادافع عن النادي الاهلي واخسر مرتضى منصور مثلا صوت نادي الزمالك؟ لا، اتمنى كده خسران اتكلم بشكل سلبي عن النادي الاهلي واكسب بونط عند نادي الزمالك وكده يبقى انا خدت صوت يعني بتاع نادي الزمالك يعني. واصل هجوم بطريقة غريبة وطريقة مش منطقية يعني. مش منطقية ليه؟ في فرق بين نقد ونقد يعني. انت النهاردة شايف حاجة سلبية وحاجة مش عارف ايه والكلام ده، اتكلم، من حقك تتكلم، لكن ما تقولش كلام غير حقيقي تماما وتهاجم لمجرد الهجوم يعني. انت بتهاجم لجنة الكرة مالها ومال تمديد عقود لاعبين؟ انا عايز اسأل سؤال يعني.
المهم المجدي عبد الغني من ضمن الحاجات اللي قالها برضه هاجم وليد سليمان وهاجم النادي الاهلي على تعاقد النادي الاهلي لوليد سليمان، وازاي تتعاقدوا مع لاعب عنده 35 سنه ب 11 مليون في الموسم. وقال لك ايه بقى الحاجات الطريفه بتاعت مجدي عبد الغني كوميكس. انا مش عاوز اتطرق لحياته الخاصه وعمري ما عملت ده، وحضراتكم عارفين والكلام ده كله، حياته ومشاكله والقضايا واللي ماليش هتطرق ماليش علاقه يعني. لكن انت النهارده قلبك على النادي الاهلي؟ انت قلبك على النادي الاهلي؟ لا انا مش قلبك على النادي الاهلي، انت همك صورتك وكانك انت حامل حمل، على الرغم ان انت عملت زي احمد فتحي. احمد فتحي اذا كان خسر قطاع من جماهير الحب، طيب انت خلاص انت عايش على هدف جبته وربنا كريم، مش جاب مش عشان خاطر عشان مصر يعني، دعوات المصريين زي ما قال محمود بكر في باليرمو في ايطاليا في 90، دعوات المصريين نزلت عداله السماء على السد، عايش لي على الجون ده. انت لو ما جبتش الجون ده كان زمانك زيك زي كتير لعيبه ما عادش ليك وجود يعني. فبيتكلم عن النادي الاهلي ويقول لك الغريب ان نادر شوقي كلمه وقال له ان وليد سليمان حط بند في عقده ان مفيش حال لاعب ياخد اكتر منه في النادي الاهلي. وليد سليمان بياخد كام؟ 11 مليون. طب يا اذكى اخواتك، وليد سليمان بياخد 11 مليون وكاتب في عقده ان محدش في النادي الاهلي ياخد اكتر منه، طب ما هو علي معلول بياخد اكتر منه. اذا كان الدنيا بحالها كانت بتقول ان احمد فتحي عايز يتساوى بعلي معلول 15 مليون ونص، يعني هو مليون دولار يعني تقريبا 15 مليون ونص يتساوى، يبقى مين؟ يبقى وليد سليمان، يبقى انت، يبقى ازاي وليد سليمان مشارط وكتب عقده انه ما حدش في النادي الاهلي ياخد اكتر منه؟ ها؟ وبعدين ان هو ماله اللاعب؟ انت بتتفاوض على مبلغ معين، انا ممكن اجيب لاعب الصبح زي كينو بتاع مثلا ده هيجي بكام؟ ب 11 مليون ده؟ ما ينفع في ليفل تاني، لعيب في ليفل تاني، ما هو مش لعيب ماله، انا بقيمك وانت بتقيم نفسك، تقييمين جم. انما انت بتقول النادي الاهلي، وازاي النادي الاهلي يقبل ان لاعب يشترط عليه ويقول له مش عارف ايه والكلام، فكلام يقول لك احمد فتحي كان بيتقاضى 4 مليون جنيه في الموسم ويجدد عقده ب 12 مليون جنيه، ده احمد فتحي كان بياخد 4 مليون جنيه؟ اي هري، ده مش اسلوب لجنه كره. لجنه كره مالها؟ انا عايز اسال لجنه الكره مالها؟ ده تفاوض مع لجنه تعاقدات امير توفيق مستشار امير توفيق، ايه ده يا جماعه في ايه؟ ده اسلوب لجنه كره، ويقول لك ايه؟ ده مش اسلوب لجنه كره، ده اسلوب لجنه كره عويجه، كره عويجه عويجه، لا افهم كيف تدار الامور في الاهلي، حرام عليكم. واتكلم عن النادي بيقول النادي الاهلي حرام عليكم. قوم بقى الاستاذ وليد سليمان، ما هو كل انسان له طاقه بس هو مهذب يعني. وليد سليمان راح راضد على الهري اللي بيهريه مجدي عبد الغني يعني، وكل الناس اللي ماشيه على وضربت حضراتكم امبارح امثله كتير يعني. نادي الزمالك يا اخي النهارده نادي الزمالك في عقد للاعب اللي هو امام عاشور ب 16 مليون، عقد امام عاشور ب 16 مليون طبعا تقريبا في 5 مواسم عشان ننقل المعلومه صح يعني. لكن لاعب ما لعبش زي شيكابالا كده، لعب في سبورتنج لشبونه 13 دقيقه وبيدفع الزمالك هيدفع مليون يورو. برضو امام عاشور لعبته لعب له 13 ولا 26 دقيقه ياخد له في الموسم 3 مليون و250 يعني تقريبا، ده 250 الف، 3 مليون و250، 3 مليون ونص. ما حدش بيتكلم عن ده خالص، ما لعبش ما لمس كوره. لكن النادي الاهلي ولا وزي ما قلت لحضراتكم وطيب 37 مليون بكام؟ فرجاني ساسي بياخد كام؟ شيكابالا بياخد كام؟ جاي الزمالك بياخد كام؟ فلا النادي الاهلي هو الكلام عنه هو اللي بيجيب. وبعدين انت بقى لو الامور كانت ماشيه انا كنت اقول للنادي الاهلي لازم يتكلم عن الرعاية، يملعوا اعلانات عن البرامج اللي بيظهر فيها الناس دي. يعني اي برنامج بيظهر فيه حد بيسيء للنادي الاهلي اتمنى ان الرعاه او النادي الاهلي يتكلم يشوف ما يعلنوش في القنوات او في البرامج اللي بيكون فيها الناس دي، ما شوف فلان الفلاني مجموعه من الشخصيات كده اللي بتهاجم النادي الاهلي، الرعاه اللي تابع النادي الاهلي المنتجات ما يتمش اعلانات، ما يتمش اذاعه اعلانات للناس دي. المهم ان وليد سليمان بقى اتكلم بعد الهجوم عليه ومجدي عبد الغني والكلام ده كله، كتب من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، قال لك القافله تسير، القافله تسير يعني، وانتوا كملوا بقى. احنا دائما المثل بيقول لك القافله تسير، الكلاب تعوي والقافله تسير، ولا القافله تسير والكلاب تعوي يعني. فهو كانه بيقول للناس اعووا زي ما انتم، مش للناس،
كأنه بيقول مجدي عبد الغني اعوي يا عم الحاج وقول، والناس كلها عارفة انت ايه وعلى ايه ومشاكلك ايه وعلاقتك بالنادي الاهلي ايه وازماتك مع النادي الاهلي ايه يعني. فأي كلام وأي هرية يعني. بالنسبة لخبير، اعتقد ان خبير محمد فضل الله ده زملكاوي ولا ايه، وعلى طول في قناة نادي الزمالك، وتصريحاته كلها ضد النادي الاهلي او كلامه كله معرفش. قال لك الخبير ده بتاع، قال لك فضل الله ان شرط وحيد لتنصيب النادي الاهلي في حاله الغاء الدوري هو ايه؟ قال لك لازم ال 17 نادي، الدوري طبعا 2018 نادي بالاهلي، قال لك ال 17 نادي غير النادي الاهلي يوافقوا على ان النادي الاهلي يتوج بطلا للدوري. لا يا سيدي مش طبعا الزمالك مش هيوافق طبعا، ده انتوا لو وقفت على شعر دماغ الزمالك مش هيوافق، بالاضافه لمجموعه من الانديه برضه مش هتوافق يعني، ممكن مجموعه من مش عاوز اذكر، لكن الزمالك بشكل اساسي مش هيوافق، لكن مجموعه من الانديه برضه في نفس التوقيت. احنا ما بنقولش الدوري هيتلغي وان شاء الله مش هيتلغي، يشوفوا لنا حل، يلعبوا دوره مجمعه، يجيبوا الاربع فرق اللي في الدوام والثلاث فرق اللي في ولا الخمس ست فرق اللي في المؤخره، ويعملوا ما بينهم دوره كده، دوره مجمعه ونشوف ببطء كده كده لازم يتم الحل. دوره مجمعه ليه؟ وانا اعمل دوره مجمعه ليه؟ ده انا فارق 18 بونت يا اولادي الذين امنوا. عن اسيئه يعني، كاني بقول للناس دي معلش الغوا ال 18 نقطه الفرق بيني وبين نادي الزمالك غير الواحد الثلاث نقاط، وقول لهم تعالوا نلعب انا وانت كده، كلام مش منطقي. لكن الحق والعدل بتاع نشوف بره هيطبقوا ايه لو اتلغى. واتمنى زمالك الاهلي يقول النادي الاهلي مش عايز يلغي، لان لو اتلغى فيه فلوس، ولو اتلغى واديتني البطوله اعمل ايه انا بالبطوله؟ هاخد منك بطوله دوري ايه بمليون جنيه؟ اعمل انا بمليون جنيه؟ لكن اكمل الدوري علشان فلوس بس، تلفزيوني، رعاه، شركه راعيه هتدفع، كل ده فلوس ضايعه على النادي الاهلي وضايعه على الزمالك، لكن الزمالك مش باصص لكده، المهم اخسر واخسرك مش مهم انا. ده ملخص الفيديو، اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه، وشكرا على حسن متابعه حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله.